صديقات والأصدقاء، مناصرات ومناصري حقوق الإنسان، نحيي هذه السنة وتحيون معنا جميعا اليوم الوطني للمختطف الذي يصادف مرور 49 سنة على اختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي بن بركة في 29 أكتوبر 1965 بباريس، و 42 سنة على اختطاف المناضل حسين المنوزي في 29 أكتوبر 1972 بتونس، وعقود على الاختطاف التي مست المئات من ضحايا القمع السياسي الذي شهده المغرب على امتداد العقود الماضية. وإذا كانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد باشرت معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمنه ملف الاختفاء القسري، فإن حركة الضحايا والعائلات ومجموع الحركة الحقوقية لا زالوا ينتظرون الحقيقة الكاملة في ملف الاختفاء القسري بالنسبة للملفات العالقة المتعلقة بالمهدي بن بركة والحسين المنوزي والكولونيل أصقلي وعبد الحق الرويصي ووزان بن قاسم ومحمد عبابو والصالح المدني وعمر واسولي وسالم عبد اللطيف ومحمد بوفوس ومحمد إسلامي وعبد الحميد الإدريسي ومختطفون آخرون لا زال مصيرهم مجهولا. ولذلك كان اختيار هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لإحياء هذا اليوم تحت شعار من أجل الحقيقة الكاملة في ملف الاختفاء القسري، ويأتي التأكيد على الحقيقة الكاملة لأن السلطات المغربية لم تعقد العزم بعد في الكشف عن الحقيقة الكاملة حول الظروف والملابسات التي أحاطت بارتكاب جريمة الاختفاء القسري. اليوم قبل غدا حقيقة ولا بد مركبة فيها مصادرة لحرية الأشخاص ولحقهم في الحياة، وتلحق الأذى الجسدي والنفسي بالضحايا إضافة إلى الأثر الكبير الذي تلحقه بعائلاتهم وبالمجتمع برمته. ولذلك كله انبرت الحركة الحقوقية العالمية والمنتظم الدولي ممثلا في هيئات الأمم المتحدة ذات الاختصاص إلى بلورة اتفاقية دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. الصديقات والأصدقاء، مناصرات ومناصري حقوق الإنسان، تحيي الحركة الحقوقية المغربية هذه السنة اليوم الوطني للمختطف في ظرفية تتميز بالهجوم التي تقوم به الدولة المغربية على الحركة الحقوقية المغربية، وأساسا منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، والتي تشكل اعتداء صريحا على المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان في عملهم من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. يا حساد يا ملعون جمعية في العيون، 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 مع التراجعات التي تشهدها الحقوق والحريات،
والتي تمس الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي. ولعل الأحكام المتواترة الصادرة عن عدد من المحاكم في حق نشطاء ونشيطات حقوق الإنسان وحركة 20 فبراير والصحفيين وفناني الراب معاذ بالغوات عثمان عتيق توضح المنحنى الخطير لتردي الحقوق والحريات ببلادنا. كما يترافق كذلك هذا الهجوم مع الاستعدادات الجارية في الإعداد لمنتدى العالمي لحقوق الإنسان دون توفير الشروط لإحداث انفراج في أوضاع حقوق الإنسان من خلال إجراءات استعجالية وضمن الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووضع أوراق التصديق المتعلقة بالاتفاقات الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك أوراق التصديق المتعلقة بالبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية لدى الأمم المتحدة. الصديقات والأصدقاء، مناصرات ومناصري حقوق الإنسان، لا بد أن ننتهز فرصة تنظيم هذه الوقفة الرمزية لتتوجه مجددا بمطالبنا كحركة حقوقية إلى السلطات المغربية من أجل المعالجة العادلة والشاملة لملفة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة الصادرة منذ 8 سنوات، وأساسا منها الحقيقة الكاملة، الاعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية، استكمال جبر الأضرار الفردية، الانكباب الجدي على جبر الضرر الجماعي، الإصلاحات المؤسسات والتشريعية الدستورية والقانونية والتربوية الكفيلة بوضع أسس دولة الحق والقانون، إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على المحكمة الجنائية الدولية ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ. وإننا في ختام هذه الكلمة نجدد تضامننا ودعمنا لنضال حركة الضحايا والعائلات في نضالهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم وتقديم جميع الحقائق المرتبطة بملفات اختفائهم. الرباط 29 أكتوبر 2014. يوم مناسبة للتعبير عن الإدانة والاستنكار لظاهرة الاختطاف والاغتيال السياسي والاختفاء القسري والتضامن مع عائلات ضحايا هذه الظاهرة الإجرامية. وبالنسبة لقضية المهدي بن بركة، إن كل التجمعات والتظاهرات النضالية المنظمة في هذا اليوم هي مناسبة للتعبير بقوة عن مطالبتنا بإظهار كل حول مصير المهدي بن بركة. ثانيا، تحديد كل المسؤوليات سواء بالنسبة للدولة المغربية أو الدولة الفرنسية. ثالثا، التنديد بالتواصل المستمر بين الدولتين لعرقلة عمل القضاء وبذلك حماية مرتكبي الجريمة والمتواطئين معهم. رابعا، استمرار نضالنا بجانب عائلات المختطفين مجهولي المصير والحركة الحقوقية من أجل معرفة حقيقة مصيرهم وجعل حد لمسألة الإفلات من العقاب للمسؤولية. خامسا، تشديد عزيمتنا في المتابعة لإحياء ذاكرة المهدي بن بركة
وتعريف الأجيال الجديدة بعطائه الفكري والنضال من أجل مصلحة الشعوب في مواجهة الإقطاع والرجعية والإمبريالية والصهيونية، وتكريما لروحه واعترافا بمساهمته ونضالات شعوب العالم الثالث. دشنا اليوم الأمس 28 أكتوبر شارع المهدي بن بركة في مدينة جينيفيلي بدواحي باريس. الصديقات والأصدقاء، اليوم أكثر من السابق ونحن على أبواب نصف قرن من النضال من أجل الحقيقة. يجب أن يبقى تجنيدنا في مستوى الهجمات لمشاهدة الحقيقة والعدالة وحفظ الذاكرة. خلال السنة الماضية شهدنا محاولة جديدة تستهدف حقيقة ولا بد اليوم سواق الدم الحقيقة ولا بد اليوم سواق الدم وحكمة الجلادة اليوم سواق. خلال السنة الماضية شهدنا محاولة جديدة تستهدف عمل الجانب المدني في ملف قضية المهدي بن بركة، عمل مسمى ميلود التونسي المعروف بلقب العربي الشتوكي، والذي حكم عليه غيابيا من خلال القضاء الفرنسي بسبب دوره الاساسي في تحضير وتنفيذ عمليه الاختطاف. عام ميلود التونسي بمتابعه محامي العائله الاستاذ موريس بيتان امام القضاء الفرنسي في محاوله يائسه لتحضير الملف. هذه المحاولة لها دلالة سياسية، فهي استمرار لكل العراقيل التي شهدناها خلال الخمسين سنة الماضية من طرف السلطات المغربية والفرنسية. فبدون شك كان ميلود التونسي يحظى بسند السلطات الأمنية المغربية في محاولته هذه، لكن لم يسقط القضاء الفرنسي في هذا الفخ وحكم لصالح الأستاذ موريس بيتان. كل هذه الهجمات مرتبطة بتدهور الأوضاع الحقوقية في المغرب التي تجسدت أخيرا في مضايعة الجمعيات الحقوقية في مزاولة نشاطاتها وفي استعمال الفضاءات العمومية. وأريد هنا أن أعبر عن تضامننا المطلق ضد هذه الهجمات المخزنية التي تصادف بشكل متناقض تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في المغرب. كأن النظام يريد إسكات كل الأصوات التي تعبر عن حقيقة الأوضاع الحقوقية والاجتماعية في البلاد. يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، يا شهيد ارتاح. إن معركتنا من أجل الحقيقة والعدالة وحفظ الذاكرة مستمرة، فهي معركة عائلة المهدي وكل عائلات المختطفين مجهولي المصير، ومعركة كل الجمعيات الحقوقية وكل الديمقراطيين والديمقراطيات. هذه المعركة هي جزء لا يتجزأ من معركة الشعب المغربي من أجل الديمقراطية والكرامة. وشكرا لكم. البشير بن بركة، تاريخ في 29 أكتوبر 2014. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا